بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. زي ما وعدناكم دايما بنكون مع أبطالنا في كل مكان. جولتنا النهاردة هتكون مع الكرة الطائرة رجال النادي الأهلي في دور الثمانية مع فريق السجون الشرطة الرواندي. الشرطة الرواندي فريق دور النهاردة دور الثمانية، في حالة الفوز إن شاء الله النهاردة خلاص هنقابل النصر الليبي اللي استطاع انه يحسم اول بطاقه للتاهل للدور قبل النهائي. خلاص لحظات قليله وتنطلق اللقاء، ويومين ويعني ويصدر الستار على هذه البطوله. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي البطل. خلاص يعني البطوله يعني زي ما بيقولوا بتداعب النادي الاهلي، ده اللقب ال 16 اللي احنا يعني بنسعى للحصول عليه. النادي الاهلي حصد 15 لقب افريقي قبل هذه البطوله، البطوله دي النسخه ال 45. حقيقة هي اتلعبت 42 مرة، في مرتين اتلغت ومرة عشان كورونا فهي النسخة ال 45، ولكن هي 42 مرة اتلعبت فعليا. أكتر الفرق اللي حاصدة البطولة كان الأهلي 16 لقب وراس صفاقس التونسي بست ألقاب، يعني النادي الأهلي تقريبا نقول 42 من 14 تقريبا تلت البطولات النادي الأهلي حصل فيها، ويمكن التلت الباقي أو النص الباقي النادي الأهلي كان بيوصل لأدوار متقدمة منها النهائي، يعني دايما النادي الأهلي بيبقى طرف فيها. البطولة دي مميزة لأن البطل إن شاء الله سيتأهل مباشرة إلى بطولة العالم ممثلا عن القارة الأفريقية، وده الحقيقة لأول مرة بعد عقود طويلة غاب عنها ممثل أفريقيا في بطولة العالم للكرة الطائرة. قبل ما نروح للمباراة عشان نتناولها فنيا وتحليليا لازم ارحب بضيوفي اللي منوريني في الاستوديو، كابتن محمد صلاح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن هيثم، ومرحب كابتن كريم، وان شاء الله يبقى يوم كويس ان شاء الله. برحب بكابتن كريم جمعه نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن كريم. اهلا بيك يا كابتن هيثم، واهلا بكابتن محمد صلاح، وان شاء الله تكون مباراه موفقه للنادي الاهلي ان شاء الله. خلينا اكد على الساده المشاهدين، المباراه ستنطلق في تمام الساعه 8، ده في حاله المباراه اللي قبلنا ما اتاخرتش. احنا بنعرف دلوقتي وضع المباراه اللي قبلنا ايه، وهنقول لحضراتكم 2-0 البوسالم. بوسالم بيلعب مع طب هو بوسالم بيلعب مباراته دلوقتي و2-0، فان شاء الله احنا رايحين في الشوط الثالث حتى 18-8 البوسالم، فغالبا رايحين ل 3-0 باذن الله. المباراه ستقام في ميعادها الساعه 8 باذن الله على صاله الامير عبد الله الفيصل. ارجع لضيوفي كابتن محمد، النهارده اكيد مباراه الدور الثمانيه مهما كان حتى لو هتروح تلعب نفسك زي ما بيقولوا، ولكن هي ليها اهميه وليها رهبه. دور الثمانية هي النوك اوت من مباريات النوك اوت. شايف المباراة النهاردة ازاي، وشايف فرقتنا بتستعد ليها ازاي؟ لا وان شاء الله بإذن الله المباراة هتبقى يعني سهلة للنادي الأهلي، فرقة لحد كبير يعني فيها مشاكل كتير هيستغلوها مدرب النادي الأهلي ان شاء الله. استقبالهم وحش، عندهم ولد محترف برازيلي بيلعب من مركز 4 غالبا بيعتمدوا عليه في الهجوم، يعني عنده مشاكل استقباله وحش في اماكن معينه، لما يكون في مركز 1 مثلا بيبقى مركز 2 المنطقه دي استقباله فيها وحش. هم مش بيلعبوا على اخطاء الفرقه الثانيه، بيلعبوا على لعبتهم. نعم يعني هم شويه بيفكروا في فكر ناشئين، يعني اللعيب الكويس بتاعه فين بيرفع، اي كره مظبوطه بيلعبوها سريع، اي كره بره شويه بيرفعوها في 4، ما لهمش علاقه بلوك هناك فين، عندهم عشوائيه شويه في الدفاع. امبارح لعبوا ماتش خلص 3-2، انا كان شايف ان يعني هم كسبوا بالصدفه امبارح لان الفرقه الثانيه الفرقه الجزائريه يعني لعبوا بطريقتهم، يعني كان شويه حاجات صغيره كده كان ممكن يقلبوا الماتش لصالحهم. ان شاء الله هيبقى ماتش سهل للنادي الاهلي، ويركزوا بقى في الماتش اللي بعده ان شاء الله. اشكرك يا كابتن محمد. كابتن كريم، هل تتفق مع كابتن محمد المباراه ان شاء الله النهارده مباراه باذنك يا رب تكون سهله على النادي الاهلي، ولا شايف النهارده ممكن نلاقي مفاجاه او نلاقي حتى مقاومه من الفريق؟ يعني اكيد خبرات لاعيبه النادي الاهلي في المباريات دي او مباريات اللي هي النوك اوت او الخروج المغلوب عندهم خبرات كبيره جدا. لاعيبه النادي الاهلي متمرسين في افريقيا دايما، وطبعا اي فريق بيلعب النادي الاهلي بيبقى راهب النادي الاهلي بالقبه، النادي الاهلي حامل يعني اكتر فريق حصل على بطوله 15 بطوله، فاي فريق بيلعبك بيبقى خايف منك، واكيد انت بتلعب كمان على في وسط ارضك وجمهورك. فان شاء الله ان المباراه النهارده هتكون ماشيه زي ما احنا عايزينها، هتبقى مباراه ان شاء الله وان سايد جيم للنادي الاهلي. الفرق الافريقيه دايما بيبقى عندها مشاكل كتيره جدا في الاستقبال، يعني فرق اللي هم البشره السمراء زي ما بيقولوا كده في افريقيا غير تونس والجزائر بيبقى عندهم مشاكل كتيره فنيه، فهم النهارده بالنسبه لهم ان هم بيلعبوا النادي الاهلي ده بالنسبه لهم هو انجاز، يعني هم كده وصلهم دور الثمانيه في حد ذاته انجاز، وصلهم لدور الثمانيه ان هم يخرجوا على ايد النادي الاهلي ده بالنسبه لهم انجاز كبير جدا. فان شاء الله المباراه النهارده هتكون
يعني سهل للنادي الاهلي ويقدر فرناندو النهارده ان هو يجهز اللعيبه كلها. خلاص انت بكره عندك سيمي فاينل وبعد بكره فاينل يوم الثلاث فاينل، ففرناندو يكون واقف خلاص على بدنيا اللعيبه وفنيا كلها واقفه على رجليها ان هو يقدر يستعين باي حد ان شاء الله في مباراه السيمي فاينل والفاينل ان شاء الله. طيب خلينا نروح للاجهزه الفنيه او الجهاز الفني واللاعبين يا كابتن محمد. ليه؟ عشان النهارده في مباراه امبارح كان في مجموعه من اللاعبين لم يشاركهم فرناندو، مستر فرناندو لم يشاركهم في المباراه وفضل راحتهم. هنوضحهم لحضراتكم برضو عشان نلينك الماتش اللي فات او نربط مباراه امبارح بمباراه النهارده عشان نشوف فكر المدير الفني. فاستاذن حضرتك كابتن محمد لو نقدر يعني نذكر الجهاز الفني الاول للفريق. الجهاز الفني مستر فرناندو طبعا المدير الفني، محمد السيد المدرب العام، ومحمد الحسيني مدرب الفريق، عبد اللطيف عثمان هو مدير الفريق، احمد محمد اسامه اداري الفريق، وشادي فهيم المحلل التقني، والدكتور ايهاب فخر الدين طبعا، اسلام مجدي اخصائي العلاج الطبيعي، واسامه محمد ابراهيم اخصائي التاهيل، ومحمد شهير اللي هو مدرب الفريق، وشريف محمد صلاح اخصائي اللياقه البدنيه. اشكرك يا كابتن. خلاص الساده المشاهدين يعني قبلينا كمان حفظوا الجهاز الفني وقد ايه يعني الجهاز الفني ده جهاز فني يعني متناغم ادى اللي عليه وقام بدور كبير جدا حتى الان. بطولتين الحمد لله يعني اللي دخلناهم هذا الموسم فزنا بيهم، ان شاء الله دي البطوله الثالثه، وبعد افريقيا ان شاء الله هيكون عندنا كاس مصر. كل التوفيق اكيد ان شاء الله لفريق الكره الطائره الرجال. كابتن كريم استاذنك لو نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه النادي الاهلي النهارده اللي هتخوض المباراه، ولو في غيابات حضرتك برضو قول لنا مين اللي ممكن يكون غايب. يوسف الصافي لاعب مركز اربعه، عبد الله عبد السلام صانع لاعب كابتن الفريق، عبد الحليم فهيم عبو لاعب مركز ثلاثه، احمد صلاح الدين لاعب مركز اثنين، حمادة عثمان لعيب مركز 3، محمد رمضان ليبرو الفريق، عبد الرحمن الحسيني لعيب مركز 4، محمد عصران لعيب مركز 4، الكوبي يواندر جارسيا رقم 11 ليبرو الفريق، حسام يوسف صانع العاب، سيف عابد لعيب مركز 2، عبد الرحمن سعودي لعيب مركز 3، محمد عبد المحسن لعيب مركز 3، واخيرا احمد عزب لعيب مركز 4. تمام، وعايزين نقول لحضراتكم ان عصران النهارده مش هيكون في الملعب او مش هيكون في المباراه. محمد عصران مش هيشارك مباراه النهارده لظروف يعني خاصه بيه، وان شاء الله قد يعني ان شاء الله بكره باذن الله يكون موجود مع الفريق، ولكن النهارده محمد عصران مش هيكون موجود مع الفرقه. خلينا نتكلم يا كابتن عن اللعيبه اللي ما لعبتش امبارح. يعني انا اتذكر احمد صلاح ما لعبش امبارح، بتهيألي حماده عثمان كمان ما لعبش امبارح صح، في عندنا وعزب برضو عزب ما لعبش امبارح، هل مثلا ويوسف الصافي ما لعبش؟ يوسف الصافي فعلا ما لعبش امبارح، بس الكل بعد كده شارك، كله شارك يعني. طب هل النهارده ممكن نشوف مجموعه من اللاعبين اللي ما شاركتش امبارح هتشارك النهارده؟ يعني احمد صلاح هيدي له وقت طويل النهارده من رايك ايه؟ يعني هو فرناندو زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان هو بيحاول ان هو يكون مجهز ال 14 لعيب. يعني لو جينا بس بصينا لمركز الليبرو، هو من اول البطوله هو بيلعب محمد رمضان ماتش وبيلعب يواندر ماتش، يعني ده ماتش وده ماتش، يعني هو ماشيه ماتش وماتش. في صناعه الالعاب هو بيمشي الماتش ايكوال ما بين عبد الله وما بين حسام يوسف. عبد الله ساعات بيبدا وحسام يوسف بينهي المباراه، او العكس حسام يوسف اللي بيبدا المباراه وعبد الله اللي بينهي. امبارح شفنا ان لعيب مركز 2 سيف عابد اللي اخذ المباراه كلها برده، يعني بيحاول ان هو يدخله برده. لعيبه مركز 4 برده يعني امبارح اعتمد على الحسيني وعلى عزب في المباراه، فممكن النهارده نشوف ان في حد تاني ممكن يدخل، بس انا على ما اعتقد ان هو هيبدا يثبت بقى خلاص. يعني هو هيبدا يثبت النهارده التشكيل اللي هيلعب بيه السيمي فاينل والفاينل، مش هيقدر ان هو يلعب في التشكيل كتير النهارده او يعمل تغييرات كتير النهارده، هيكون حابب ان هو يثبت الخطه او التشكيل اللي هيلعب بيه المباراه النهارده والمباراتين القادمتين ان شاء الله. تمام، خلينا نوضح للساده المشاهدين مباراه ابو سالم اللي قابلين على طول حامل اللقب انتهت بفوزه 3-0 وتاهل عشان يلعب على بليده الجزائري طبعا، 3-0 على فريق بليدة الجزائري. اذا ده كده ثالث الفرق المتاهله للمربع. بوسالم هيتاهل عشان يلعب السجون الكيني، يبقى اذا طرفي قبل النهائي الاول حسم بوسالم مع السجون الكيني، الطرف الثاني النصر الليبي، وينتظر ان شاء الله النهارده فوز النادي الاهلي عشان يبقى كده اكتمل اربع فرق دور قبل النهائي. اذا بدانا نخش في الجد. كابتن محمد تعليقك يعني القايمه، هل النهارده هنشوف مستر، لان مستر فرناندو كنا اتفقنا لما كنا مع بعض في الاستوديو التحليلي في المباريات الاولى ان مستر فرناندو بيدي للاعب جرعه كامله في المباراه ويريح يعني البديل او اللي في المركز الثاني، ما بيقسمش المباراه بينهم، هو عايز اللاعب ياخد جرعته كامله وراحته تبقى راحته كامله. النهارده هنشوف ده ولا هيعمل ميكس ما بين الاثنين عشان يجهز اللعيبه ان شاء الله لمباراه قبل النهائي؟ هو انا متفق مع كابتن كريم ان هو هيبدا يثبت
الفريق. مركز أربعة يكاد يكون محسوم بغياب عصران، هيبقى إن شاء الله عزب والحسيني. أعتقد أنه ممكن يبدأ بعبد الله وأحمد صلاح النهاردة. السناتر دي بقى اللي هي أنا مش يعني ممكن يعمل روتيشن بينهم او اربع سناتر بتهيألي اربع كتير. سناتر يعني والاربعه كويسين بصراحه يعني انا شايف ان هم كويسين يعني سعودي اقل مشاركه احسن بلوك سنتر بلوك بالزبط. في افريقيا عشان كده السناتر انا احترت شويه يعني. ان انا اقول لك ايه فالسناتر هو اي اثنين يختارهم اعتقد ان هم هيأدوا بشكل كويس جدا. فاذا انت حضرتك شايف انه خلاص وبتتفق معاه وانا بامانه اتفق معاكم كمان انه خلاص ما فيش وقت، بس انا ممكن ازيد سنه من يعني من رؤيتي خلال متابعتي الاربع او خمس مباريات اللي فات لا خمس مباريات اللي فاتوا ان مستر فيرلاندو النهارده هيلعب المجموعه بس مش هيلعبهم كتير طبعا لانه عايز يلعبهم قبل نهائي والنهائي. يعني هنلاقي التشكيل الاساسي او الستاندنج بلاير بتوعه هيلعبهم ولكن مش هيديهم النهارده كتير، هيديهم بكره كتير وبعده كتير هيثبت، بس هو النهارده لازم يفوقهم. ده وجهه نظري، بس انا بتفق مع حضراتكم انه لازم المعدين برضه المعدين لازم طبعا لازم هيبقى احسن بينهم هياخدوا الماتش بالظبط بالظبط. وعلى فكره الاثنين بامانه انا يعني سواء عبد الله عبد السلام طبعا استاذ كنز النادي الاهلي بالظبط الاثنين الاثنين كنز النادي الاهلي اثنين تقل جدا طوال على الشبكه، بلوكاتهم قويه، ادادهم قوي الاثنين في الملعب يعني ما شاء الله عليهم. فاحنا الحمد لله في المركز ده عندنا اثنين عالميين اثنين عالميين سواء عبد الله او حسام يوسف. طب كابتن يعني نروح للطرفين اللي خلاص يعني تم تحديدهم اللي هو بو سالم والسجون الكيني، شايف حظوظ مين خاصه ان بو سالم بيعاني او عانى امبارح وهو بيلعب فريق جامعه الزيمبابوي عشان يتاهل لدور الثمانيه، فالنهارده بو سالم بيتاهل كل مباراه يعني بعناء مش 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 الحمد لله زينا بسهوله مع السجون الكيني. شايف بو سالم والسجون الكيني بنسبه كبيره مين اللي ممكن يوصل فاضل؟ اعتقد ممكن بو سالم. بو سالم ايه اللي خلاك هيستند ان هو حامل اللقب هتديله دايما زي ما قال كابتن كريم الفرق الافريقيه دايما عندهم مشاكل ضخمه في موضوع الاستقبال والدفاع فنية. الفرق الافريقيه بيفكروا الجزء اللي فوق الشبكه هننط وهنضرب البلوك وكده، انما تكتيك عندهم بيبقى ضعيف جدا، مهارات الاستقبال عندهم والدفاع عندهم مشاكل في وقفات الدفاع ما بيركزوش فيها، استقبالهم وحش جدا. ده ميزه الفرق الشمال افريقيا يعني النهارده ماتش بليدا وابو سالم الماتش فيه يعني حتى المعلق كان بيتكلم ان في خبرات كتيره في ابو سالم بيشغلوا مخهم في الظروف الصعبه عنده. هم كسبوا امبارح بايه؟ انا الماتش كان خلاص كان وصلوا 9-3 في الشوط الخامس مغلوبين وكنا قاعدين بنتفرج على الماتش فوق قلنا لا ده بنسبه كبيره ابو سالم بره عندهم حلول يعني بيبقى اللعيب اللي عنده حلول ده اللي بيفرق وده دايما اللي بيميز الفرق شمال افريقيا عن الفرق السمراء الافريقيه انما هم بدنيا افضل طبعا انما احنا عندنا حلول اكتر، فاعتقد ان دي هتدي افضليه لفرقه ابو سالم بجانب ان هو بيلعب بثقه ان هو حامل لقب. انا شايف ان هو البطوله اللي فاتت مش هتتكرر تاني ان هو ياخد اللقب، يعني هي كانت مفاجاه لينا كلنا ان هو كسب الزمالك في النهائي. بس انا سمعت المباراه دي ان الزمالك كان كسبان 2 كان كسبان 2 وبعدين ده في مفاجاه ايه بقى؟ ده فرقه ابو سالم دي كانت طالعه من الدرجه الثانيه السنه دي صح يا كريم كانت اول سنه ليها في يعني وكانت سادس الدوري تقريبا معنى كده ان فرقه ما بترميش الفوطه. امبارح هم كانوا لغايه 7 أو 9-3 في الشوط الخامس وما رموش الفوطه وكسبوا الفريق جامعه الزمبي. هم عندهم ثبات انفعالي عن الفرق الافريقيه اللعيبه التوانسه بالذات، يعني هم حتى لو هو مش متوفق في المباراه بيقدر ان هو يلم نفسه جوه المباراه وبيحاول يبقى بارد وصادق. عندهم ثبات انفعالي عندهم وعي بيعرف يخلص البونت، يعني ممكن ما يكونش ضريب جامد قوي بس بيعرف يخلص البونت يعني في النقط الحاسمه بيقدروا. يعني حضراتكم تتفقوا ان بكره بو سالم هيفوز على السجون الكيني ويتأهل ان شاء الله. طيب احنا معلش خلونا يعني دايما ودايما نقول يا جماعه ما نفكرش في الماتش اللي بعده، بس انا افكر براحتي انا مش هلعب يعني اللعيبه دايما مهمه ما يفكرش، احنا بقى دي في الترابيزه نفكر براحتنا. طب النصر الليبي النهارده النصر الليبي تأهل النهارده وتأهل برده بشكل يعني عرفت انه برده مش سالكه قوي يعني برده فالنهارده النصر الليبي برده من وليبيا في الكره الطائره عامله طفره كبيره جدا اخر كام سنه. اتفرجت على النصر الليبي يا كابتن كريم؟ اكيد اكيد. ايه الاخبار يعني فرق الكره الطائره الليبيه عامه؟ لا فيها طفره بقى لها كذا سنه يعني اكتر طبعا فرقه مميزه عندهم السواحل الليبي وما مشاركوش السنه دي، يمكن النصر الليبي ممكن بيكون في المركز الثالث او الرابع في الدوري الليبي، بس لا هما فرقه عندهم طموح يعني هما عندهم شباب كتير قوي في الفرقه عندهم طموح عايزين يعملوا حاجه، بس طبعا هما ينقصهم خبرات كتيره جدا يعني هما يعني بيحاولوا وعندهم طفره كبيره بيجيبوا مدربين اجانب بيستعينوا بمحترفين،
بس هم لسه انقصهم خبرات كبيره قوي. بس احنا كفتنا ترجح ان شاء الله طبعًا. يعني من وجهه نظرك الفنيه طبعا لا يعني اسم النادي الاهلي لوحده كفايه في بطولات افريقيه بيبقى. بس خليني اقول لك كابتن ان قبل النهائي والنهائي الاسم معلش يعني أكيد. طبعا انت اسم النادي الاهلي كبير بس الاداء اكيد الأداء. طبعا اكيد لا وده اللي بنتعلمه في النادي الاهلي اكيد الأداء. طبعا الأداء. احنا ما بنفكرش في المباراه اللي بعديها غير اخر صفاره للحكم يعني فاكيد اللعيبه عندها وعي كبير جدا وزي ما حضرتك قلت برده ان البطوله مؤهله لكاس العالم للانديه فده حلم لاي لعيب يعني ده حلم كمان ان انت مش ضامن السنه الجايه البطوله تتلعب يعمل كاس عالم انديه تاني ولا لا وممكن انت ما تشاركش ممكن تشارك وما توفقش في احتمالات كبيره جدا ان انت بطوله مؤهله لكاس عالم الانديه فاللعيبه كلها حتى انا اتكلمت مع اللعيبه تارجتها او هدفها ان هم يكسبوا بطوله عشان عايز يلعب كاس عالم الانديه ده بالنسبه لهم حلم وحاجه كبيره ونتحط في السي في بتاعه ان هو لاعب كاس عالم الانديه اكيد كابتن محمد النصر الليبي اتفرجت عليه اكيد نفس فكره كريم هم عندهم هيبان قوي الفرق في المعدين يعني هم مشاكلهم في الاثنين المعدين بتوعهم طبعا عندهم ضرب كويس عندهم استقبال كويس كويسه مهما كان الكلام ده بس هو الفرق احنا عندنا الثقل اكتر يعني لو قارنا بين صناع اللعب هنا وصناع اللعب هنا هم مشاكلهم في الاعداد اثنين المعدين عندهم مش على مستوى المطلوب كنت لسه بتكلم مع كابتن محمد حسيني قبل ما نخش قعدنا نتكلم على فرقه النصر شويه فهو نفسه قعد يتكلم معايا على القصه ديت قال لي المعدين عندهم وحشين جدا المحترف الدومينيكاني اللي عندهم برده مش كويس مش كويس قوي مش فاكر اوبزيت ولا اوبزيت ضريب يعني ضريب هم فلا ان شاء الله برضو بكرة بتفرق بس ماتش النهاردة وماتش بكرة يعني النهاردة الفرقة بتاعت شرطة رواندي دي روحها عالية قوي أكتر حاجة هيقدروا يعملوها إن هم كل ما يجيبوا نقطة هيقعدوا يضغطوا عليك شوية بالصوت والكلام ده الفرقة الليبية دايما برضو عندها الحتة اللي هي الحمية طبعا طبعا لا ده ماتش يعني دي بص يا كابتن احنا كنا بنلعب أهلي بنغازي في الباسكت امبارح كان ماتش أفريقيا مع بعض بس خلينا يعني إيه يعني نوضح للسادة المشاهدين المباراة ستقام الساعة 8 مباراة النهاردة نركز فيها مباراة النهاردة مع الشرطة الرواندي هتبقى الساعة 8 واللي مش هيقدر يشوفنا على شاشة قناة النادي الأهلي يقدر يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على قناتنا على اليوتيوب هنكون معاك في كل مكان جمهور النادي الأهلي يقدر يتابع فرقته اللي بيحبها من خلالنا في أي مكان أعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطياتنا المستمرة دور الثمانية بطولة أفريقيا لرجال الكرة الطائرة الأهلي والشرطة الرواندي ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وبنفكر الساده المشاهدين النهارده هننقل لحضراتكم على الهواء مباشره مباراه دور الثمانيه في بطوله افريقيا للكره الطائره رجال في نسختها الخامسه والاربعين ما بين الاهلي والشرطه الرواندي المباراه ستقام الساعه الثامنه بالضبط ان شاء الله على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره انا عايز اقول لحضراتكم ان بكره النهائي بكره قبل النهائي وبعد كده هيبقى ان شاء الله النهائي يوم الثلاثاء خلاص تم حسم الطرفي اللقاء الثاني هيبقى بوسالم حالم حامل اللقب اللي هو الفريق التونسي ومعاه السجون الكيني النصر الليبي خلاص تأهل لدور قبل النهائي في انتظار الفائز النهارده من مباراة النادي الأهلي وان شاء الله نتمنى طبعا اكيد النادي الأهلي عشان يبقى بكره اكتمل طرفي قبل النهائي الحاجة الثانية اللي عايز أوضحها كمان إن المباراة إن شاء الله تكون بكرة إن شاء الله الساعة 8 مباراتنا بإذن الله في دور قبل النهائي في حالة تأهلنا النهاردة هتكون في نفس الوقت والساعة الساعة 8 بالظبط. خليني برضه أوضح لحضراتكم مشوار الفريق خلال الخمس مباريات اللي فاتت سريعا بستأذن ضيوفي يعني عشان اللي ما حضرش معانا الخمس مباريات اللي فاتت برضه لو نستعرضها مع حضراتكم كابتن كريم لو ينفع نستعرض مع السادة المشاهدين مباراة مباراة وكانت النتيجة مش لازم نتائج الأشواط ولكن النتيجة الإجمالية اتفضل كابتن كريم يعني أول مباراة بدأنا الفوز على جرين تيم الكونغولي 3-0 الجولة الثانية الفوز على الفتح المغربي 3-0 الجولة الثالثة كانت الفوز على الأسمنت الأثيوبي بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة الفوز على العدالة الكيني 3-0 وفي الجولة الأخيرة الفوز الجوله الاخيره كانت العداله الكيني وبعد كده كان دور ال16 سبور الكونغولي 3-0 ده كان امس ومعنى كده ان كل مباراتنا كما تفضل ضيف العزيز كابتن كريم جمعه كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر انه السابق طبعا انه النادي الاهلي فاز في كل مبارياته 3-0 طب هل ده مؤشر لشيء طبعا ده شيء يطمننا ويسعدنا ولكن مباراه قبل النهائي والنهائي ودور الثمانيه يعني المفاجآت كلها واردة بشكل كبير بس خلينا برضو عشان نعيش حضراتكم في أجواء البطولة وتعرفوا قد إيه النادي الأهلي نادي مميز ونادي كبير بتاريخ كبير في الكرة الطائرة بالذات يعني الكرة الطائرة أو فرع الكرة الطائرة سواء رجال أو سيدات أرقامه الكبيرة دايما بنقول إحنا في النادي الأهلي إن فريق كرة أو فرع كرة الطائرة قريب جدا من كرة القدم في أرقامه وإنجازاته خلينا نروح لضيفي العزيز كابتن محمد ونستعرض
كام لقب فاز بيه النادي الاهلي ومين اللي ورانا وعدد الالقاب عشان نعيش الساده المشاهدين في قد ايه المنافسه يعني جوه النادي الاهلي له باع كبير في المنافسه الافريقيه. اتفضل يا كابتن. الاهلي معاه 15 لقب ما شاء الله، وراس صفاقسي التونسي مسافه بعيده 6 القاب، وبعد كده الترجي التونسي 5 القاب، يعني الاهلي مجموع الفرق التونسيه كلها اكثر نعم. منها. نعم. الزمالك معاه 5 القاب، الافريقي التونسي معاه 3 القاب، النجم الساحلي التونسي لقبين، مولوديه الجزائري لقبين، نصر حسين ضاي الجزائري لقب واحد، وطلائع الجيش لقب واحد، ومولوديه ابو سالم التونسي معاه لقب واحد. نعم، مولوديه ابو سالم اللقب السنه اللي فاتت على طول. نادي طلائع الجيش عندما فاز بهذا اللقب كان ساعتها احمد صلاح وعبد الله هناك، عبد الله السلام ولا، وكان في محمد الحسيني وكان في رؤوف ومحمود رؤوف وكان في تايسون لا طبعا، وكان في محترف جامد قوي انا فاكره كان في طلائع الجيش، كان الكوبي يوسفاني، يوسفاني اللي هو راح الزمالك السنه اللي اكبر كان 2 متر 10 تقريبا حاجه زي كده، حاجه كان سنتر، كان في سنتر معاه، لا كان بيلعب أربعة وكان في سنتر الافريقي الاسمر. ايوه ما انا بتكلم على السنتر ده كان معدي كان معدي البراميل زي ما بيقولوا في الطول. الله اكبر عليه. كانت سنه 2016 كانت 2016 وخد دوري وكاس وخد افريقيا ولعب بطوله عالم، كانت اخر بطوله عالم اتلعب فيها فريق مصري 2016. نعم. اذا كما تفضل ضيف العزيز كابتن محمد صلاح كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق انه عدد القاب النادي الاهلي 15 لقب، اقرب المنافسين الينا او حققوا القاب الصفاقسي التونسي بست القاب، وراء الترجي التونسي 5 القاب، وياتي تاني يعني نادي في مصر حصد الألقاب كان نادي الزمالك وهو بخمس ألقاب. لو جبنا التاني والثالث والرابع في حالة فوزنا إن شاء الله في هذا اللقب يبقى لقب الستاشر، هتلاقيك أنت مجتمع ألقابك هي ألقاب التاني والثالث والرابع، هيبقى 16 لقب، وده الحمد لله يأكد لك أن أنت ثلاث فرق بتاريخهم أنت الحمد لله رب العالمين، وثلاث فرق كبار لهم منا كل التحية والتقدير، ولكن احنا بنتكلم على أرقام. وبرضو يعني استاذنك يا كابتن كريم لو نستعرض كده مع بعض يعني بطولات وتواريخ البطولات دي امتى، يعني ممكن حد يقول لك ده ال 15 بطوله دول من سنوات فاتت كتير، لا احنا عايزين نشوف الاجيال اللي ساهمت في هذا التاريخ الكبير بدات من سنه كام. اتفضل يا كابتن. يعني اول بطوله حققها النادي الاهلي بطوله افريقيا كانت سنه 1980 كانت في القاهره، البطوله الثانيه كانت سنه 1983 بالقاهره برضو، البطولة الثالثة كانت سنة 95 في نيروبي كينيا، البطولة الرابعة سنة 96 أبيدجان ليفوريا، البطولة الخامسة كانت سنة 97 بدكار السنغال، البطولة السادسة كانت 2003 في القاهرة، البطولة السابعة 2004 عنابة الجزائرية، البطولة الثامنة كانت بدربان جنوب أفريقيا، البطولة التاسعة 2010 صفاقس تونس، البطولة العاشرة بالقاهرة 2011، البطولة ال 11 كانت 2015 بسوسة في تونس، البطولة ال 12 كانت 2017 بالعاصمة التونسية، البطولة ال 13 2018 كانت في القاهرة، البطولة ال 14 2019 كانت بالقاهرة، فيعني 15 بطولة طبعا تاريخ كبير قوي من سنة 1980 لحد 2019 النادي الأهلي كان مكتسح كل البطولات. نعم، خليني برضه أوضح لحضراتكم إن هذا التاريخ ما جاش في احقاب معينه، يعني هتلاقي في بطولات زي ما تفضل ضيف العزيز كابتن جريم في الثمانينات، في بطولات في التسعينات، في بطولات ما بين 2000 و2010، وفي بطولات ما بين 2010 و2020، والنهارده احنا عندنا لقب من اول 20 لغايه 22، ولقب 22 في 15 كان في قليبه التونسيه، فاذا عندنا لقب اهو اول، وان شاء الله ده يكون لقب ثاني من 20 ان شاء الله 30، فاذا التاريخ النادي الاهلي ساهم فيه اجيال كتير، ما فيش بقى صحوه بنقول جيل وليك يا كابتن محمد، يعني ما بنقولش ان في جيل طلع قوي وبعد كده، الاجيال كلها ساهمت في ده، ساهمت في كده. وبعدين ال 15 لقب فيهم تسعه بره القاهره ومتوزعين برضو، يعني اجيال كل جيل خد بطوله او بطولتين على في الارض النادي الاهلي والباقي بره، وده اللي دفع اللجنه المنظمه انها تعمل تكريم لعشرة من ولاد النادي الاهلي قبل كل مباراه، ودي حقيقه تقليد لان فعلا كل اجيال النادي الاهلي ساهمت بشكل كبير في هذا التاريخ العظيم. زي ما حضراتكم شايفين هذه هي صاله الامير عبد الله الفيصل، وخلينا نروح لمراسلتنا العزيزه مريم سميح عشان تقول لنا كما عودناكم دايما اجواء ما قبل المباراه. مساء الخير عليك يا مريم، اتفضلي.
مرحب بيك يا كابتن هيثم، مرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد صلاح وكابتن كريم جمعه، مرحب بكل متابعي ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلت من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل من مقر النادي الاهلي رئيسي بالجزيره، ودقائق قليله بتفصلنا عن مباراه الكوارتر فاينل النادي الاهلي والشرطه الرواندي. طبعا بعد ما اكيد النادي الاهلي قدر ان هو يحقق الفوز بنتيجه 3-0 في كل جولاته الماضيه، خليني اقول لك طبعا يا كابتن هيثم، يمكن انت كنت بتتكلم عن قدامى اللاعبين اللي بيتكرموا، ودي لفته طيبه طبعا من النادي الاهلي، دايما ما بينساش رموزه القدامى، وعشان كده خليني استعرض معاك القايمه اللي هيتم تكريمها النهارده. يمكن على مدار الايام الماضيه منذ بدء البطوله تحديدا بطوله الانديه الافريقيه يعني للكره الطايره رجال، كان يوميا بيتم تكريم عدد من رموز الكره الطايره قدامى طبعا اللاعبين، واكيد كل اللي ساهموا في تطوير كره الطايره داخل النادي الاهلي، واللي كان ليهم اكيد نصيب كبير جدا يعني في خروج عدد كبير من عناصر النادي الاهلي الموجوده حاليا في صفوف الفريق. خلينا نستعرض مع حضرتك طبعا القايمه اللي بيتم تكريمها حالا دلوقتي واحنا بنتكلم، كابتن ايمن غزلان، كابتن سامح حمدي، كابتن محمد الشكشاكي، الدكتور ممدوح عبد الرحمن، كابتن حمدي الصافي، كابتن حسام شعراوي، كابتن محمد رؤوف، كابتن عبد اللطيف عثمان، وطبعا هو مدير فريق الحالي للكره الطايره، وايضا كابتن محمد الحسيني وهو مدرب الفريق الحالي، وكابتن محمد السيد، كابتن محمد معوض، كابتن تامر مجدي تايجر طبعا، وكابتن وائل سعيد، وهيتسلم عنه الجائزه كابتن حمدي الصافي، وكابتن محمد كامل رزق طبعا كابتن كتات وهو احد ضيوفك في الاستوديو التحليلي طبعا يا كابتن هيثم. واكيد زي ما انت عارف بيسلم هذه الجوائز وهذا التكريم الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عفوا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأيضا يعني المهندسة مي عاطف نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأيضا النهاردة بيتواجد أستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وحاليا زي ما أنت يعني شايف خلفي تحية كبيرة جدا من فريق النادي الأهلي تحديدا لكابتن عبد اللطيف عثمان وأيضا كابتن محمد الحسيني اللي بيساهموا حاليا في وصول الفريق لمراكز متقدمة في هذه البطولة. خليني طبعا أقول لك كابتن هيثم أن النهاردة فريق النادي الأهلي داخل بمعنويات مرتفعة جدا تحديدا بعد فوزه في جميع الجولات الماضية، يعني بدءا من الجولة الأولى أمام جرين تيم الكونغولي، وبعد كده طبعا كان في الجولة الثانية الفتح المغربي، وأيضا الأسمنت الإثيوبي في الجولة الثالثة، والعدالة الكيني في الجولة الرابعة، وامبارح زي ما احنا شفنا في دور ال 16 كان امام اسبوار الكونغولي، والحقيقه ان هو حقق نتائج بسكور كبير او بنتيجه 3-0 عكس طبعا بعض الفرق اللي شاركت في هذه البطوله، ولكن الحقيقه كان في صعوبه في بعض المباريات اللي احنا شفناها النهارده واللي كانت سبب كمان في تاخير مباراه النادي الاهلي اليوم، لان الحقيقه كان في طبعا يمكن السيمي فاينل او اللي وصلوا للسيمي فاينل النصر الليبي، وان شاء الله في حاله فوزنا النهارده امام الشرطه الرواندي هنقابل طبعا النصر الليبي وهو احد الفرق المشاركه القويه في هذه البطوله، طبعا قدر ان هو يتاهل للسيمي فاينل بعد ما فاز على دوالا الكاميروني بنتيجه 3-2، كانت مباراه الحقيقه فيها يعني نديه كبيره جدا في ارض الملعب، وده كان سبب تاخير المباراه. ايضا يمكن السجون الكيني قدر ان هو يتاهل للسيمي فاينل بعد الفوز على هيئه المواني الكيني بنتيجه 3-1، واخيرا بقى مولوديه بو سالم كان هو الماتش اللي بيسبق هذه المباراه، مباراه الاهلي والشرطه الرواندي، مولوديه بو سالم طبعا فاز على بليده الجزائري وقدر ان هو يتاهل للسيمي فاينل، ويمكن دي كانت اسهل مباراه في الكوارتر فاينل، خلصت طبعا 3-0 لصالح مولوديه بو سالم. طبعا خلينا اقول لك اخيرا يا كابتن هيثم او سريعا يعني يمكن النادي الاهلي والجهاز الفني يمكن كان في امبارح ريكفري بعد الماتش، والنهارده كان في تمرين صباحا، تمرين خفيف طبعا في صالات الجيم، يمكن القايمه مكتمله كلها طبعا للفريق، وان شاء الله ان شاء الله نقدر ان احنا نحقق الفوز النهارده، وزي ما عودناكم طبعا كابتن هيثم ولكل مشاهدي قناه الاهلي نكون معاكم بقى بنحتفل بالفوز النهارده والتاهل للسيمي فاينل ان شاء الله، واكيد ان شاء الله يعني الفريق بيسعى لتحقيق اللقب ال 16 في هذه البطوله. طبعا انا معاك يا كابتن هيثم، وان شاء الله ان شاء الله نكون معاك عقب انتهاء هذه المباراه عشان نحتفل بتاهل النادي الاهلي للسيمي فاينل. ان شاء الله يا مريم بشكرك شكرا جزيلا، مريم سميح طبعا زميلتنا العزيزه من ارض الملعب، وان شاء الله يا مريم نحتفل ونرجع لك بعد المباراه
عشان لقاءات ان شاء الله الفوز والاستعداد لمباراه قبل النهائي بكره. وخليني اقول لحضراتكم طبعا ده التكريم وصوره جماعيه للتكريم اللي تفضلت مريم سميح زميلتنا من ارض الملعب وذكرت طبعا اسماء اجيال عظيمه كنا بنقول انجازاتهم الكبيره واحنا بنتكلم قبل على طول يعني قبل ما نروح يعني بالصدفه ما كانش مرتب لها ولكن فعلا احنا كنا بنقول البطولات اللي خدها النادي الاهلي 16 بطوله افريقيه وقيس على كده بطولات الدوري والكاس تاريخ طويل جدا كل الكبات اللي حضراتكم شايفينهم في الصوره واللي كانوا اتكرموا امبارح وامبارح من كثره النجوم اللجنه المنظمه قررت تكرم 10 نجوم ان شاء الله ولسه عندنا ماتشين كمان جايين اكيد هيكون فيهم تكريم كمان يعني انت النهارده مكرم 70 80 بطل ونجم من ابطال طبعا كره الطائره اللي لسه موجودين ومنهم طبعا كباتننا الكبار ربنا يديهم الصحه وفي اكيد اللي طبعا يعني توفاهم الله ولكن عمرنا ما ننساهم في شكل من الاشكال لان طبعا دول شكله ساهموا بشكل كبير في بطولات النادي الاهلي. خلينا اوضح كمان ان اللي واقفين او اللي موجودين في تسليم الجوائز كابتن طبعا الضماطي عضو مجلس الاداره وطبعا رئيس اللجنه العليا المنظمه كابتن غزاوي عضو مجلس اداره ايضا واللي شارك بشكل كبير وكان رئيس على فكره اللجنه المنظمه لبطوله كره اليد السنه اللي فاتت اللي اتعملت سواء السوبر المصري او كاس الكؤوس الافريقيه اتعملت على نفس الصاله من سنه تقريبا كان هو رئيس الدوره اللجنه المنظمه ومي عاطف احد الكوادر الرياضيه كابتن مي عاطف احد الكوادر الرياضيه التي يعني بيتم صقلها جوه مجلس الاداره. كابتن مي عاطف هي سباحة كبيرة طبعا هي اللي موجودة في الصورة يعني في منتصف الصورة بالظبط أحد الكوادر هي طبعا كانت سباحة كبيرة من سباحات النادي الأهلي وتم اختيارها السنة دي تكون عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي والحقيقة حتى الآن يعني بتبلي بلاء حسنا ومحطوطة النهاردة نائب لكابتن محمد الضماطي في اللجنة المنظمة العليا عشان تاخد خبرات وتثقل عشان تبقى كادر إداري هو ده النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة بيعمل أجيال وأجيال بتسلم أجيال كان قبليها يمكن دكتور مهند مجدي مثلا كان لاعب كاراتيه واحسن لعيب في العالم او بطل عالم في الكاراتيه وتم طبعا دخوله المجلس وبدا يتم ثقله والان بياخد ملفات اكبر وملفات اكبر هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بيعد اجيال في اللاعبين واجيال في الاداريين واجيال مجالس اداره. النادي الاهلي هي منظومه كبيره بتقدم هذه الكفاءات وهذه الكوادر كلها لمنتخبات مصر في اجمل شيء. طيب خليني اقول لحضراتكم حاجه في يعني برضو لم تتطرق الاستوديوهات التحليليه الى تاريخ المدير الفني الكبير مستر فرناندو يا كباتن يعني يمكن ما اتكلمناش عنه كتير وما اديناش حقه لازم نتكلم عن تاريخه لازم نتكلم عن السي في بتاعه ايه اللي هو مرنه قبل كده لان الحقيقه عشان بس نوري لحضراتكم ازاي النادي الاهلي بيتم اختيار مدربينه والمدير الفني. طبعا مستر ديفيد ديفيس حدث ولا حرج كلنا عارفين تاريخه الكبير في اوروبا مستر اجوستي عارفين كمان تاريخه ازاي كان مساعد في برشلونه وبعد كده جه المنطقه وبعد كده مرن نادي الزمالك في مصر وبعد كده انتقل للنادي الاهلي فاحنا عارفين تاريخ مستر اجوستي ولكن النهارده مستر فرناندو احنا كنا قلناه سريعا زمان عندما تعاقد بس خلينا افكركم بيه هو درب منتخب اسبانيا كبير منتخب اسبانيا الكبير واسبانيا حدث ولا حرج مرنه من 2011 ل 2020 يعني تولى المسؤولية 10 سنوات يا كباتن مع منتخب أسبانيا الكبير ولعب معاه كل البطولات في هذا الوقت وأقول لكم حصد معاه إيه فمعنى كده أنه إيه أنه مدير فني بيستقر في مكان بيقعد سنوات كبيرة بيبني عشان يدوله الثقة 10 سنوات في الاتحاد الأسباني معنى كده أنه مدير فني كفء من 2011 ل 2020 مرن خلاله بيسمحوا يا كباتن في اوروبا او في المنتخبات انه يمرن فرقه مع المنتخب يمكن في مصر ما بنسمحش بده قوي ولكن يعني بنسمح في اوروبا بتسمح بيه اكتر. مرن انقره التركي في الفتره من 2013 ل 2017 في نفس التوقيت هو كان ماسك المنتخب يعني كان ماسك فرقتين انقره التركي واحد افضل الفرق الاوروبيه. مرن اولمبياكوس اليوناني وده احد افضل الانديه في الكوره وفي السله وفي الطايره. يعني برضه في كره السله اولمبياكوس من يعني وصل اكتر من مره فاينل بطوله اوروبا واخد بطوله اوروبا في كره السله اكتر من مره ونفس الكلام بالنسبه لكره الطائره مسك اولمبياكوس من 2017 ل 2020 درب منتخب بلجيكا بعد ما ساب منتخب اسبانيا 2020 درب منتخب بلجيكا من 2020 ل 2022 ده قبل ما يجي على طول الى النادي الاهلي اذا هو شغله فترته كلها كانت من اكبر منتخبات الاوروبيه. خلال تدريبه لبلجيكا درب دينامو بوخارست الروماني وحدث ولا حرج يعني دينامو بوخارست انا دايما نعرفه من كره اليد ده كابتن محمد واستمر معاهم حتى 2023 يعني النادي اللي كان بيمرنه دينامو بوخارست قبليه انقره التركي المنتخبات منتخب اسبانيا وبعد كده اتنقل على طول على منتخب بلجيكا. فاز مع منتخب اسبانيا بثلاث ميداليات فضيه الدوري الاوروبي
سلوفاكيا في سلوفاكيا 2011، برونزيه الدوري الاوروبي تركيا 2012، فضيه دوري الالعاب البحر المتوسط في 2018. يعني سي في محترم جدا. تعلق ايه على ده يا كابتن؟ اختيار موفق جدا، وانا اعتقد ان كان كابتن خالد العوضي قبل ما يختاره كان عمل زوم ميتنج مع كذا مدرب وعمل معاه نفس الاجتماع دوت. انا شايف ان هو اختيار موفق جدا للنادي الاهلي، وهو فعلا لحد دلوقتي كنا بنتكلم في الاستوديو اللي فات ان هو نزل معدل الاعمار بيعمل من غير ما تحس وبيعمل روتيشن بين اللعيبه، وتحس من غير ما تحس برضه، وتحس ان اللعيبه كلها جاهزه والدكه هاديه، الجهاز هادي، كل دي دلالات نجاح ان شاء الله بتدينا مؤشر كويس الفتره اللي جايه باذن الله. رايك يا كابتن؟ محترفين انا اسف، يعني غير محترفين على مستوى الضرب. كابتن برضو صوره تانية لكابتن الضماطي، محمد الضماطي، بصراحه يعني حاجه محترمه جدا، شخصيه جميله، من الشخصيات اللي تحب تتعامل. كابتن غزاوي من الشخصيات الجميله جدا تحب تتعامل معاها جوه مجلس الاداره. كابتن مي عاطف، الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي متواجد بشكل دائم، هو طول يعني مجلس اداره النادي الاهلي هو بروح الفانيلا الحمراء، هو تحس ان هو يعني انا اسف يعني مشجعين درجه ثالثه زينا كده يحبوا النادي الاهلي، مفيش يعني تكلفه. في ملحوظه انا لاحظتها في الفرقه، مش عارف هي يعني نتيجه التدريب ولا يعني، دايما اربعات النادي الاهلي دلوقتي مش طوال، مش اطوال يعني، حسيني، عصران، عزب. ورغم من كده مستوى البلوك عندهم عالي جدا. اكيد فكر ده ليه؟ انا خدت بالي من ملاحظه، اكيد مش من فراغ، من تمرين اكيد. يعني انا شايف ان هو فرق، مع انه هو قصير يعني، هو كمدرب هو مش مدرب طويل يعني. الحسين احنا فعلا كنا بنقول عليه السنه اللي فاتت هو لو يطول 10 سم، لو يطول 5 سم، بس الله اكبر انا مش حاسه قصير. وكان الفرق بتستغل ان هو موجود في الملعب يضربه من فوقيه، لا دلوقتي لا، يعني في ماتش الزمالك اللي فات عصران حتى اتخذ منه بلوك من رضا تقريبا، الكره اللي بعديها خد بلوك، ولا كانه سنتر بياخد بلوك. فحته الملحوظه ان هم بلوكاتهم عاليه كده اكيد مش جايه من فراغ. طب كابتن كريم، تتفق مع كابتن محمد في الكلام ده؟ الاول السي في بتاع مستر فرناندو تعليقك عليه ايه؟ وكمان علق النقطه الملحوظه اللي قالها كابتن محمد صراحه. دايما بيقولوا صفقه الموسم السنه دي كانت فرناندو، يعني مش لازم يكون لعيب، ممكن يكون مدرب. الله ينور عليك. والنادي الاهلي اسم كبير جدا، فيوم لما تيجي تجيب مدرب لازم تجيب مدرب يليق باسم النادي الاهلي. فطبعا حضرتك استعرضت السي في بتاع فرناندو، راجل قوي جدا. ميزه فرناندو ان هو بيبني، مش من نوع المدربين اللي هو بيجي جاهز لعيبه على الجاهز او ياخد بطولات على الجاهز. انا معاشر الفرقه، الراجل ده فعلا بيخش النادي من الساعه 8 9 الصبح، بيبقى اول واحد موجود، بيخلص الساعه 8 9 بالليل. يعني الكابتن محمد صلاح بيتكلم على موضوع البلوكات، هم بيشتغلوا على كل الجزئيات. يمكن انا بحضر التمرين عندهم كتير قوي، الراجل ما بيفوتوش اي حاجه، يطلعوا من التمرين على الاوضه فوق، التمرين متصور، الغلطات اللي احنا غلطنا فيها هننزل نشتغلها في التمرين بتاع بالليل. ففرناندو فعلا ما بيفوتوش اي حاجه. انا شايف ان هو نجم الفريق السنه دي، قدر ان هو يخلي اوضه اللبس عندك قامه كبيره جدا، زي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، دول اساطير يعني كره الطايره في مصر. يا احمد صلاح وعبد الله عبد السلام كان كبير ليهم كتير مع منتخب مصر، ليهم كتير مع النادي الاهلي، ليهم كتير مع نادي طلائع الجيش. اكيد يعني فعلا لعيب فرناندو السنه دي، لا خلى الفرقه كلها، انت مش عارف مين اللي هيلعب النهارده، مين اللي هيبقى ستار بتاع الماتش النهارده. فصفقه الموسم السنه دي فعلا كانت في فرناندو لا قدر السنه دي ان هو يطلع احسن ما في اللعيبه. نعم يعني في لعيبه كتير جدا السنه دي انت شايفها، انت ايه ده، هي اللعيبه دي جت امتى؟ اللعيبه دي احنا فعلا عمل طفره كبيره جدا. عثمان السنه دي يعني اكتشاف الموسم السنه دي كان 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 حماده عثمان بصراحه طفره كبيره جدا. عثمان اصلا من ناشئين النادي الاهلي، طلع اعاره، رجع بكسر الدنيا. في ملحوظه مهمه جدا انت اشرت ليها، اللي هي اعداد كوادر للنادي الاهلي بيعد دايما كوادر. نعم الجهاز اللي موجود مع فرناندو طبعا، النادي الاهلي بيعد كوادر جديده للفتره اللي جايه، وده كان انا شايف من وجهه نظري كانت نقطه مضيئه جدا في اختيار الجهاز بتاع النادي الاهلي السنه دي. راجل زي ده معاه محمد كان لسه بيلعب، محمد الحسيني كان متعاقد يكمل لعب مع نادي الطيران، والنادي الاهلي طالب ان هو يجي يدرب، ساب العقد وكان عقده كويس جدا، ورجع وراح النادي الاهلي يبدا تدريبه. هو اتقال له على ما اعتقد ان انت بنعد كادر جديد للتدريب جوه النادي الاهلي، هو محمد السيد وعبد اللطيف. نعم الجهاز ده مع فرناندو صفقه الموسم زي ما قلت. ده هم كمان مستر فرناندو اختارهم، يعني هو اول موسم مش اتحطوا له كده، لا ده هو قاعد معاهم وشاف فكرهم بالظبط. وسالتهم لما جم ضيوفي في برنامج الابطال، قلت لهم مستر فرناندو بيديكم مساحه، قالوا لي ايوه بيدينا مساحه، وكلنا لينا دور، احنا مش رايحين جايين مع الفرقه كده، بالعكس ده احنا بن 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 بيبقى لينا دور، والراي وراينا بيؤخذ بيه في كثير من الاوقات يعني. فدي برضو حاجه ان مستر فرناندو هنا مش بس بيعد كوادر لاعبين،
لا ده بيعد كمان في الجهاز. فالنهارده برضو خلي بالك نوعيه المدربين دول زي مستر اجوستي او مستر ديفيد ديفيز مش هيجيب لعيب او هيطلب لعيب في النادي الاهلي لما هيجي يعمل فرق. مظبوط. وهو ده اللي احنا عايزينه. طبعا. احنا النهارده عايزين لاعب يجي لنا يعني مستر اجوستي تلاقي السوشيال ميديا تكتب وعايزين ده والودي ده وهو عايز ده. هو عارف عايز بس يروح جايب لعيب يعمل الفرق. نفس الكلام مستر ديفيد ديفيز محترفين وعايزين اجانب ورايحين بطوله السوبر الافريقي وعايزين اجانب. لا عايز حماصه. خدت بالك ازاي؟ يعني هو ده انا هجيب لعيب يعمل فرق، اجيب مدرب اجيب والنادي الاهلي اجيب مدرب يعمل فرق. والنهارده المدرسه الاسبانيه ايه حكايتها يا كابتن محمد؟ يعني رايك يعني ايه حكايه المدرسه الاسبانيه معانا؟ اشمعنى المدرسه الاسبانيه في الالعاب الجماعيه؟ ليه؟ وخلي بالك هنقول مثلا اللي قبليه برده كان جوزيه بقى العظيم جوزيه البرتغال برده ما بعدش بعيد. يعني انت طالع هم البرتغال واسبانيا كده واخدين ناصيه هم الاثنين. فبرده ليه المدرسه دي او ليه الجنسيه دي بالاخص ملائمة جدا لمصر؟ اعتقد من النجاحات اللي تمت بالترتيب بتاعهم. نعم. زي ما جت فترة في القدم البرتغال نجحوا في مصر فبدأ كل الناس يجيبوا مدربين برتغال. فاعتقد ان عشان نجاح اول تجربة اسبانية موجودة بالتعامل مع الشخصية المصرية بجانب امكانياتهم الفنية طبعا ادت ان احنا نكمل في نفس الاتجاه ده ولحد دلوقتي هي ناجحة. هقول لحضرتك بعد الماتش مستر فرناندو انا سالته السؤال ده ومعايا في برنامج ابطال ولا ايه بس خلينا نروح للماتش وبعد الماتش اقول لحضرتك واقول للساده المشاهدين اعزائي المشاهدين زي ما حضراتكم شايفين لحظات وتنطلق المباراه دور الثمانيه الاهلي والشرطه الرواندي ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي ومعلقنا الكابتن الكبير اسامه ابو زينه فالى هناك.